الآن بيقول هل القديس يوحنا المعمدان لا يعتبر أول شهيد في المسيحية حيث قطعت رأسه؟ بنعتبر القديس استفانوس هو أول شهيد في المسيحية، لكن نعتبر يوحنا المعمدان آخر شهداء العهد القديم أو فترة ما بين العهدين، لأن ما كانتش تأسست المسيحية بالصلب والفداء والروح القدس والأسرار، ما كانتش تأسست لسه، عشان كده ما بنسمهوش أول شهيد في المسيحية. المسيحية ما كانتش لسه تأسست. واحد بيقول لماذا يتأخر الله دائما في تلبية احتياجاتي؟ لماذا يأتي دائما في الهزيع الرابع؟ لما يأتي في الهزيع الرابع أحسن ما يجيش خالص، يعني اشكر ربنا أنه هيجي لك. ربنا لا يتأخر، إنما ربنا يعمل كل عمل في الوقت المناسب ليه. إحنا بالنسبة لنا بنعتبره تأخير، لكن بالنسبة لربنا يعتبر اختيار الوقت المناسب. ده حتى داود النبي يقول له اسرع ولا تبطئ، برضه ربنا بيعمل كل حاجة في الوقت المناسب اللي هو أصلح وقت ليه. بيتهيأ لك أنت اللي هو اتأخر، لكن دايما ربنا يعمل لك كل حاجة في وقتها كويس. واحد بيقول سؤال، إن الله تبارك اسمه خلق الملائكة وبعد ذلك تكبر بعض الملائكة وسقطوا، لكن هناك زعم بأن الله خلق الملائكة لا تخطئ ثم خلق الجن يخطئ. ربنا خلق أنواع من الخليقة. نوع الخليقة المادية زي الجبال والأنهار والأراضي والأخر، دي لا تخطئ ولا تصيب، دي ملهاش إرادة حرة. وخلق الحيوانات أيضا ليست لها إرادة حرة، فدي أيضا لا تخطئ ولا تصيب. وخلق مخلوقات لها إرادة حرة، الملائكة والبشر، فبإرادتهم الحرة ممكن يخطئوا وممكن أن يصيب. فبعض الملائكة أخطأوا وصاروا شياطين، وملائكة لم يخطئوا واستمروا ملائكة. دي حرية الإرادة إلا ربنا خلقها. بيقول هل يوجد علاج روحي ليا لاني مريض بالكذب والشهوه والخطيه، وذهبت الى اباء كهنه كثير للاعتراف الى ان وصلت الى حد الياس وكرهت كل شيء. من جهه الكذب شوف ليه بتكذب، لأن أنا دايما بعتبر إن الكذب خطية ثانية وليس خطية أولى. يعني إيه خطية ثانية؟ يعني الواحد بيكذب علشان خطية تانية.
عشان ايه؟ خطية تاني هي السبب. يعني مثلا في واحد بيكذب علشان يغطي غلطة غلطها قبل كده، فبيسألوه في الغلطة فبيكذب. فشوف انت بتكذب عشان ايه؟ ادي نوع. خطية ثانية، واحد بيكذب علشان يكسب مكسب في الشغل، زي تاجر بيكذب علشان يبيع بسعر عالي، يقول لك دي ب30، تقول له لا 30 غالي، يقول لك صدقني وقع عليا ب28 ومش هكسب فيها غير 2، بينما ممكن يبيعها ب20 ويبقى كسبان بره، لكن بيكذب عشان يكسب. واحد مثلا بيكذب علشان ياخد له يوم اجازه، فيروح مقدم شهاده ان عنده مغص كلوي او مغص ملاري، ودكتور يكذب معاه والحكايه ماشيه عشان يوصل لغرض معين. فشوف انت بتكذب بسبب ايه؟ هل علشان مكسب؟ هل علشان تغطي خطيه؟ هل علشان توصل لغرض من الاغراض؟ في واحد بيكذب لان نفسه رخيصه، ويجي يتملق الرؤساء وينافقهم ويقعد كله كلام كذب 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 علشان يوصل لمحبه في نفوس هؤلاء الاشخاص. شوف انت بتكذب ليه، واذا عالجت السبب بتاع الكذب هتلاقي الكذبه راحت لوحدها. في واحد بيكذب عشان الفرفشه والنكت، وفي واحد بيكذب عشان يتريق على حد، وفي واحد بيكذب عشان يوقع بين واحد وواحد، فاللي بيدفعه للكذب بيكون الحقد والحسد وحاجات زي دي. يروح لواحد يقول له فلان قال عليك وفلان عمل وفلان سوى، وهو ما يكونش عمل ولا سوى لكن غرض في نفسه. فإذا أردت إنك تتخلص من الكذب، حاول إنك تعرف أسباب الكذب وتبطلها. أما من جهة الشهوة فابعد عن أسبابها برضه، وقوي محبتك لربنا، وإذا محبتك لربنا زادت هتلاقي الشهوة راحت. واشغل نفسك عشان ما تقعدش تفكر في أفكار الشهوة. هل ممكن نكتفي في صلواتنا النهارية والليلية بالصلاة الربية فقط؟ أبانا الذي يعني مع صلاة ارتجالية نطلب فيها طلباتنا، والمسيح قال اسألوا وتعطوا اطلبوا تجدوا، وقال متى صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السماوات، ولم يقل لهم صلوا بالمزامير مع أنها كانت موجودة قبل مجيئه وهي موجودة في العهد القديم. ونظرا لضيق الوقت أيضا وعدم وجود وقت كافي لصلوات المزامير، فما رأي قداسكم؟ يعني ربنا عايز يتكلم معاك وتقول له آسف يا ملك الملوك ورب الأرباب مش لاقي لك دقيقة ولا دقيقتين؟ ايه دي يعني؟ انت فاكر ربنا محتاج لك؟ ولا يعني لما تصلي له هتزيده قدرا او تتبرع له بتبرع او تتحف السماء بصلواتك؟ انت بتصلي لان ده شرف ليك انك تصلي، انت بتصلي لان ده شرف ليك انك تصلي. المخلوق بيكلم الخالق، العبد بيكلم رب الارباب وملك الملوك، بتكلم الذي تقف امامه الملائكه ورؤساء الملائكه والصارفين والشاروبيم وكل الجمع غير المحصل الذي للقوات السمائية. ده أنت تجد بركة إنك تتكلم مع ربنا، مش تقول ما عنديش وقت وما عندكش وقت لقراية الجرايد وما عندكش وقت للتلفزيون وما عندكش وقت للمتع والترفيهات وما عندكش وقت للأكل والشرب. اشمعنى جسدك ياكل ويشرب وروحك ما تتغذاش؟ ان كنت تقول لربنا ما عنديش وقت
تبقى بتستهين بعظمة الله وكرامة ربنا. بقى لو وزير من الوزراء قال لك أديك معاد بكرة، تقول له آسف أنا بكرة مشغول، خليها السنة الجاية، ولا هتلغي كل مواعيدك وتروح؟ كلمة ما عنديش وقت عبارة ما فيهاش احترام لربنا. قول ما عندكش رغبة، أو قول إن ما عندكش اهتمام، لأن لو عندك اهتمام هتلاقي وقت، لو عندك اهتمام هتلاقي وقت. افرض عندك كل مشغوليات وقالوا لك الحق، حدثت حادثة لصديقك الفلاني وموجود في المستشفى، مش على طول هتلغي كثير من المسؤوليات وتروح تقابله؟ بنقول ما عندناش وقت لما ما بيكونش عندنا رغبة ولا اهتمام، بنتحجج بالوقت. وصدقني أنا مسكت بعض المزامير وفكرنا إزاي تصلي بيها، لقيت إن المزمور ممكن ياخد عدة ثواني، ياخد إيه؟ عدة ثواني. ومستعد أصلي قصادك دلوقتي كم مزمور وتشوفوا المزمور ياخد كم ثانية. أو فكر أنت، امسك الأجمية وصلي. نجرب، نجرب وهمسك الساعة. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة، لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهب نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر. ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح على وجه الأرض. لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين. ما خدتش غير دقيقة ونص، يعني أقول لك دقيقة لله كتير يعني؟ لا. لو قالوا لك في ماتش بين الأهلي والزمالك مش هتلاقي. مش هتلاقي ساعة ونص. معلش. ولو قالوا لك رواية كوميدي لعادل إمام مش هتلاقي لها ساعتين. بصراحة دي حجج، بصراحة دي إيه؟ حجج. تقول مش لاقي دقيقة لربنا؟ عيب الحاجات دي خالص، مش لاقي دقيقة لربنا. عايز أقول لك المزامير، المزامير انت بتقول ما كانتش موجودة، موجودة في الكتاب المقدس. بيقول لك ايه؟ بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. في الرسالة إلى أفسس، في الرسالة إلى كورنثوس إصحاح كورنثوس الأولى 14 بيقول متى اجتمعتم فليكن لكل واحد مزموره. موجود المزامير، موجود المزامير، بس لما المسيح بيقول متى صليتم فقولوا أبانا الذي، مش معناها ما تقولوش غيرها، يعني في كل صلاة تقولوه، لكن ما قالش انكم تكتفوا بيها، بدليل ان قال اسألوا واطلبوا واقرعوا. اذا ممكن تقول، وقال كل ما تطلبونه مؤمنين بيستجاب لكم. اذا ما قالش بس ابانا الذي، والمزامير موجودة في المسيحية من أول عهدها، متى اجتمعتم فليكن لكل واحد مزمور. كانوا بيصلوا بها من زمان ومن العهد القديم ولم تبطل في العهد الجديد. المزامير تعلمك كيف تصلي، المزامير تعلمك كيف تصلي، تعلمك الصلاة، تعلمك أسلوب التخاطب مع الله، تعلمك أسلوب التخاطب مع الله.
يكفي ان السيد المسيح قال عن المزامير قال داود بالروح، اذن هي صلوات قيلت بالروح القدس وهي جزء من الكتاب المقدس. بل كثير من التراتيل اصلها مزامير، وبعض التسابيح في الإبصالمودية مزامير، بعض الهوسات مزامير وملحنة. المزامير تعلمك أن تصلي، المزامير تطيل الوقت بينك وبين الله بدل ما تزهق بسرعة وتقول ما تلاقيش وقت تلاقي كلام تقوله. المزامير تعطي روحانية لصلاتك وتضمن انك تكلم ربنا بكلام موحى به من ربنا. والمزامير صلى بها القديسون، واي انسان بيصلي بالمزامير بيعرف روحانية الصلاة. والمزامير ايضا فيها عنصر تعليمي زي مزمور طوبى للرجل، وزي مزمور يا رب من يسكن في مسكنك او من يصعد الى جبل قدسك الا السالك بلا عيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يتكلم على قريبه سوءا. كل دي مواعظ بتعطى ليك بعد ما تصليها تفتكر وصايا ربنا. لو كنت عايز ربنا يعاملك بالمثل وتقول له ما عنديش وقت، هيجي وقت تقف يقول لك طب اتفضل ما عنديش وقت انا رخي. ناخدها بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. عارف انت ما عندكش وقت ليه؟ عشانك ما بتحبش ربنا. لو في انسان بتحبه وقابلته مش هتلاقي له وقت؟ ولا تقول له ولا مؤاخذه ما فيش غير نص دقيقه وتفضل روح، مش هتبقى ما بتحبوش، هتلاقي له وقت. انت لازم تعتذر لربنا على السؤال اللي بعته لي ده، انا ما اعرفش انت مين، لكن لازم تعتذر لربنا وتقول له يا رب انا اسف بقول مش لاقي لك وقت، وانت اللي لاقي وقت مع يعني آلاف الملايين من البشر موجودين وبتلاقي وقت تسمع ليه.